بسم الله الرحمن الرحيم. ولادي وحبايبي طلبة بريب 3، تعالوا نكمل كلامنا عن الميرور ونعرف عنها معلومات أكتر ونتعلم سوا إزاي نقدر نرسم الرسومات بتاعتها بطريقة سهلة وبسيطة. بس ما تنسوش لو دي أول مرة تشوفونا ياريت تعملوا سبسكرايب للقناة ولايك وشير وكومنت على الفيديو، وتشرفونا على الفيسبوك الجروب والبيج وكمان التليجرام. يلا بينا نكمل كلامنا في يونت 2 ليسون 1 ميرورز. كنا اتفقنا المرة اللي فاتت ان احنا قسمنا الميرورز لبلان ميرور، ودي اتكلمنا عليها المرة اللي فاتت. الميرور اللي موجودة في اكتر بيوتنا في التسريحة وعلى البوفيه وعلى النيش وعلى الجزامة وكل الحاجات دي، والسفيريكال ميرور قلنا ده الطيب التاني اللي هنتكلم فيه النهاردة. يعني ايه سفيريكال ميرور؟ جاية من اسمها كده، هي جاية من السفير. تخيل كده لو انت عندك سفير، عندك كورة كده كلها ميرور، من هنا ومن هنا، من براها ومن جواها، كل ده ميرور. اهي السفيريكال ميرور دي، الكورة دي لو قطعناها حتتين، لو بصيت بقى على الميرور بتاعتك دي، يعني كانت الميرور بتاعتك دي الريفليكتنج سيرفيس، الحتة اللي انت هتبص فيها كانت الانر سيرفيس من السفير دي، يبقى اسمها كونكيف ميرور. اما لو العكس، يعني لو انت قطعت برضو الكرة دي اهي كده، بس بصيت من الناحية دي، السفيريكال ميرور بتاعتك هي اللي الناحية دي، هي الاوتر سيرفيس بتاع السفير، ساعتها يبقى دي كونفكس ميرور. تاني، يعني ايه سفيريكال ميرور؟ دي الميرور اللي الريفليكتنج سيرفيس بتاعتها بارت من هولو سفير. طيب والتايبس بتاعها قلنا كونكيف ميرور، ودي اللي الميرور اللي الريفليكتنج سيرفيس بتاعتها انهي بارت بقى من الهولو سفير دي؟ ده الانر بارت. دي على فكره اللي هنتكلم عليها طول الليسون، وكلامنا اكتر هيبقى عليها، دي هنجيب سيرتها في اخر الليسون كده بكلمتين وبس. لكن دي بقى اللي الريفليكتنج سيرفيس بتاعتها هي الاوتر سيرفيس اوف ذا سفير. طيب هو ايه الفرق ما بينهم؟ احنا كنا متفقين في البلان ميرور ان اللايت راي لما بيقع عليها كده بيرجع بريفليكتنج انجل قد الانسيدنت بالظبط. الكلام ده نفس الفكره تقريبا بتاعه السفيريكال ميرور، بس الاختلاف الوحيد ان الكونكيف ميرور دي اللايت راي اللي جاي عليها بحكم ان هي عامله كده، مش عامله بلان كده، بتعمل لها كولكت. ممكن نسميها كولكت وممكن نسميها كونفيرج، هما الاثنين نفس الكلمة. وعشان ما تتلخبطش، اللي فيها سيهات كتير كونكيف هي برضو كلها سيهات، كونفيرج وكولكت كلها سيهة. طيب اما الكونفيكس دي بقى لا، بص دي ما فيهاش اكس، دي بتعمل دايفيرج. يعني ايه دايفيرج؟ يعني تخيل شكلها كده واللايت راي بيقع عليها، اكيد مش هتعمل له كولكت لان كل واحد هيروح في حتة، فهتعمل له دايفيرج، فرقت اللايت راي عن بعضهم. لا مش قادر اتخيل، تعالى نتخيلها شوية. ادي السفير بتاعتنا وادي قطعناها اهي، لو بصيت والريفليكتنج سيرفيس بتاعك هو الاوتر سيرفيس ده، يبقى دي كونفكس ميرور. اما لو بصيت والانر سيرفيس بتاعك هو الريفليكتنج سيرفيس، يعني حضرتك هتقف تبص على نفسك هنا، يبقى دي اسمها ايه؟ دي اسمها كونكيف ميرور. ادي شكل الكونكيف ميرور لو تخيلنا ان احنا رسمنا اللايت راي، دي الكونكيف ميرور اهي، ورسمنا اللايت راي هلاقيها بتعمل كولكت اهي. بص اللايت راي راح ورجع كده، وده لايت راي تاني راح ورجع كده، وعملت لهم كولكت فعلا. يعني تعالى نلون كده اللي رايحين بلون تاني، ده اللايت راي اللي طالع من الجهاز اهو، وادي اللايت راي تاني طالع من الجهاز، حصل لهم ايه الاتنين؟ بص قربوا من بعض وهو عملوا كولكت. علشان كده سمينا الكونكيف ميرور دي كونفيرجنج ميرور. تاني، يعني ايه كلمة كونفيرج؟ يعني كلمة كولكت، بعكس بقى الدايفيرجنج ميرور اللي هي اسمها كونفكس ميرور. ادي اللايت راي اهو، ودي اللايت راي عادي خالص اهو، ما عملت لهمش كولكت، ما تقابلوش هنا، ده بص كل واحد راح في حته، عملت لهم دايفيرج. ده شكلهم في الحقيقه، الكونكيف ميرور اهي تحس ان هي داخله لجوه شويه، اما الكونفكس ميرور تحس ان هي ايه طالعه لبره شويه. يبقى دي الكونكيف ميرور ودي الكونفكس ميرور. ده برضو
شكلهم الاتنين، ادي شكل الكونكيف ميرور واللايت ري جايه اهي، وكلها حصل لها كولكتيف بوينت، معرفش لسه اسمها ايه، وادي الكونفكس لينس وهي عماله تفرق اللايت ري. بس في حاجه غريبه هنا يا ميس. لا سيبك من الحاجه الغريبه دي، انا بس خلينا نتفق على ان الكونكيف بتعمل كولكت فسميناها كونفرجنج، والكونفكس بتعمل دايفرج فسميناها دايفرجنج. تعالوا بعد كده بقى نشوف شويه كونسبت كده لازم ابقى عارفاهم عن الميرور دي، important concept. عندنا 7 definitions لازم نفهمهم الاول علشان نقدر نحفظهم ونتكلم عنهم بشكل مفصل، لان هم هينفعوني جدا وانا برسم الرسومات. طيب تعالوا نشوف ايه هم الكونسبت دي. اول كونسبت بيقول لك center of curvature. ايه الكلام ده؟ انا هقول لك سؤال، ادي إيه شكل الاتنين ميرور، سواء الكونكيف لو انا ببص من هنا او الكونفكس لو انا هبص عليها من هنا. مش الاتنين دول كانوا بارت من سفير زي ما اتفقنا؟ اه. طب والسفير دي مش ليها سنتر؟ ايوه. يبقى السنتر بتاع السفير هو السنتر بتاع الميرور، لان الميرور دي حتة من السفير. طبيعي جدا، زي لما اقولك ايه، ده بابا بتاع اخوك، يبقى طبيعي جدا ان هو بابا بتاعك، لان انت واخوك زي بعض، انت واخوك حتة من بعض. هي دي نفس الفكرة. انا قلت ان الكونكيف ميرور دي بارت من السفير دي، وانا عارفة ان السنتر ده السنتر بتاع السفير دي. يبقى ايه هو السنتر بتاع الميرور؟ هو السنتر بتاع السفير اللي الميرور بارت منه. وطبيعي جدا كل سفير ليها وان سنتر، يبقى كل ميرور ليها وان سنتر. لحد كده الكلام ماشي لوجيك. طيب تعالوا بقى نتفرج على حاجة تانية. هو احنا الكونكيف ميرور انا المفروض وبقى واقف فين؟ ادي هنا الريفليكتنج سيرفيس، يعني انا واقف هنا. السنتر ده بقى قدام الريفليكتنج سيرفيس ولا بيهايند الريفليكتنج سيرفيس؟ لا قدام هامس. طب وهنا الريفليكتنج سيرفيس اهو، يعني انا واقف هنا، ادي ده الريفليكتنج سيرفيس. السنتر بقى قدام الريفليكتنج سيرفيس ولا بيهايند؟ برافو عليك، ده بيهايند الريفليكتنج سيرفيس، هنا اهو اللي بتلمع من الميرور وهبص عليها هنا، والسنتر وراها. طيب يبقى ادي اول حاجه لازم نعرفها، يعني ايه center of curvature؟ ده center of the sphere اللي الميرور بارت منها، وكل ميرور ليها one center، والسنتر ده موجود in front of concave mirror وبيهايند الconvex mirror. طيب بنفس الفكرة، لو سألك وقال لك في definition بيقول لك الradius of the mirror، ما خلاص بقى ما احنا فهمنا اللعبة. الradius of mirror هو الradius بتاع السفير. يعني ايه radius يا ميس؟ الradius ده احنا خدناه قبل كده في الماث. ده الradius ده اللي هو الdistance ما بين السنتر واي بارت على السفير، يعني ده اسمه radius، ده اسمه radius، ده اسمه radius، ده اسمه radius. اي بوينت الراديوس ده اللي هو الديستنس ما بين السنتر واي بارت، اي بوينت من على السفير. نفس الفكره بالظبط في الديفينيشن بتاعنا، الراديوس ده الراديوس بتاع السفير اللي الميرور بارت اوف ات، او الديستنس ما بين السنتر اوف ذا ميرور واي بوينت على الريفليكتنج سيرفيس. ما فرقش كتير خالص الراديوس بتاع الميرور عن الراديوس اللي بناخده طول عمرنا في الماث. طيب الديفينيشن التالت يا ميس اسمه ايه؟ اسمه ذا بول اوف ميرور. لا الاسم ده ما عداش علينا بقى في الماث. حقيقي ادي الميرور بتاعتنا اهي، الميرور دي لو جيت بصيت كده هلاقي اكيد ليها نص، يعني ادي الريفليكتنج سيرفيس اهو في النص بالظبط من الريفليكتنج سيرفيس، يعني النقطه دي، ده اسمه البول اوف ذا ميرور. دي بوينت موجوده جوه بالظبط الريفليكتنج سيرفيس، يعني على الميرور نفسها في نص، يعني الحته اللي فوق دي تبقى قد الحته اللي تحت دي. ودي حاجه لازم نخلي بالنا منها لما نيجي نرسم الرسومات، عشان لما تيجي ترسم كمان شويه رسمه الميرور تبقى عارف ان البوينت اللي اسمها بول دي موجوده في النص، يعني ما ترسم ليش ميرور كده وتقولي البول اهي، لا كده بنهزر، يعني البول تبقى موجوده في الميدل. مش هعرف اقيسها بالملي هي فين في الميدل، بس يعني واضحه ان هي شويه مديه ناحيه الميدل،
مش فوق شوية ولا تحت شوية، هي في الميدل. وهي دي فعلا الديفينيشن بتاع البول، دي بوينت في الميدل of the reflecting surface of mirror، سواء كان اسمها concave أو اسمها convex mirror. هي دي ليها pool في النص بالظبط، ودي ليها pool في النص بالظبط برضو. طيب تعالوا نشوف الديفينيشن اللي بعده، اسمه principal x. يعني ايه principal x؟ بصوا بقى هيقولك كلام غريب قوي كده، ايه لو حفظناه هيبقى صعب، لكن لو فهمتوا الموضوع بيبقى اسهل بكتير. ده straight line pass على البول والسنتر، وعندها one principal x. لا مش قادر افهم، بس تعالى نشوف الرسمة كده. لو انا بقولك ارسم لي straight line يعدي على السنتر بتاع الكيرفيتشر ويعدي على البول، هترسم لي الستريت لاين ده او ده؟ الستريت لاين ده يعني ملوش ولا ستارت ولا اند بوينت، ده مكمل كده. طيب ممكن بقى ترسم لي لنفس الميرور دي ستريت لاين تاني يعدي برضو على السنتر وعلى البول غير اللي انا رسمه؟ لا، هو ده بقى البرنسبل اكس، عشان كده سميناه برنسبل. يعني ايه برنسبل؟ يعني وحيد، يعني مفيش غيره، يعني ده البيزك بتاعك، ده الاصل. البرنسبل اكس ده ستريت لاين يعمل باس او يعدي على السنتر اوف كيرفيتشر وعلى البول، اهم اتنين بوينت جبنا سيرتهم لحد دلوقتي. يعدي على السنتر وعلى البول يبقى اسمه برنسبل اكس، سواء في الكونفكس او كونكيف ميرور، وهو واحد بس في الكونفكس وفي الكونكيف ميرور. اما بقى لو قلت لك ارسم لي ستريت لاين يعدي على السنتر واي بوينت تانية اكسبت البول دي، يعني من غير بعيد عن النقطة دي، عدي ستريت لاين، عد معايا بقى، دي 1 2 3 4 5 6، والقلم صغير كمان ممكن ارسم حبة هنا كمان وزيهم هنا، ونفس الفكرة هنا، دي ما بين السنتر والريفلكتنج سيرفيس، ده كتير قوي يا ميس. بالظبط، ده بقى اسمه secondary x. يعني ايه secondary x؟ يعني straight line برضو وبيعدي برضو على السنتر، بس يعدي البوينت التانية بتاعته، اي بوينت على reflecting surface except البول. اصل لو عدى على البول مش هيبقى اسمه secondary x، هيبقى اسمه principal x. يبقى على السنتر والبول principal، وده واحد بس. اما على السنتر واي بوينت على الريفلكتنج سيرفيس تاني اكسبت البول، ده اسمه secondary x. تعالوا نشوف الاتنين definition كده قصاد بعض. ال principal x straight line pass by the pool and the center، ده any straight line pass على السنتر، وبص بقى any point except the pool. اصل لو عدى على البول هيبقى اسمه principal، مش هيبقى اسمه secondary. ده عندي one principal x بس لكل mirror، ده عندي uncountable number من secondary x. ده احنا عدينا كتير قوي على الرسمة، وقلنا كمان لو خط القلم رفيع هنرسم اكتر من كده بكتير. يبقى principal هو one والsecondary x uncountable number. تعالوا نشوف الديفينيشن اللي بعده، اسمه ايه؟ اسمه focus of mirror. فوكس، هي مش كلمة فوكس دي خدناها في الانجليش يعني تركيز او حاجة؟ طب تعالى نشوف كده ليها علاقة بالحدوتة دي ولا لا. فاكر لما قلنا ان الconverging mirror اللي هي الconcave mirror بتعمل collector light، ولما جينا بصينا على الرسمة لقينا collector light كلها في point واحدة، اهي بقى البوينت الواحدة دي هي اللي اسمها الفوكس. وفاكر لما قلنا هنا ان دي بتعمل diverge، بس واحد كده جه قال لي يا ميس هي انا ممكن اودي الارو ده كده مثلا، او اوديه كده مثلا، او اوديه كده مثلا، لا بلاش كده عشان هيبقى بيعمل كولكت، او اوديه كده مثلا، اشمعنى عملوا كده بالظبط؟ انا هقول لك بقى. هي صحيح الكونفكس لينس ما بتعملش كولكت لللايت راي وبتعمل لهم دايفرج، بس مش بتعمل دايفرج باي طريقه، ده بتعمل دايفرج بحيث ان الاكستنكشن of light ray، يعني لو تخيلت ان انت طولت اللايت ray ده الناحية التانية، الكلام ده ما حصلش، اللايت ray مش هيعدي من الميرور وهيحصل له reflect، بس انا بقولك لو تخيلنا ان اللايت ray ده شفت الاكستنكشن بتاعه هلاقيه واصل فين؟ هلاقيهم كلهم متقابلين في بوينت برضو اسمها الفوكس. بس الفوكس هنا في الحقيقة مش موجودة، الفوكس هنا في الحقيقة انا تخيلتها،
اما الفوكس هنا فعلا كانت موجودة، واللايت راي فعلا عملت كوليكت في البوينت دي. ده فرق تاني ما بين الكونكيف والكونفكس. احنا كنا ماشيين في الديفينيشنز كلهم زي بعض ما عدا في السنتر، قلنا واحدة السنتر بتاعها in front والتانية السنتر بتاعها behind، لكن بقية الديفينيشن سواء radius سواء بول سواء principal x سواء secondary x كانوا كلهم زي بعض، ما اختلفوش غير في السنتر، واحد in front والتاني behind. اهم رجعوا واختلفوا تاني في البوينت اللي اسمها فوكس. الفوكس في الكونكيف ميرور موجودة بجد in front of mirror، اما الفوكس في الكونفكس ميرور مش موجودة بجد، دي انا تخيلتها. وموجودة فين؟ behind the reflecting surface، يعني في نفس السايد اللي فيه السنتر. تعالوا نرجع كده للديفينيشن ونفهم اكتر عن الفوكس في التو كيسز. الفوكس دي البوينت، بص بقى هيقول لك ايه، اوف كولكشن اوف ريفلكتد لايت راي في حاله الكونكيف ميرور، والبوينت اوف كولكشن اوف اكستنشن في حاله الكونفكس ميرور. اه ده اللي بنتكلم فيه، اللي بتعمل كولكت اللي هي الكونكيف ميرور، يبقى الفوكس هي البوينت اوف كولكشن بتاع الريفلكتد لايت راي لان هم حقيقي موجودين. اما اللي بتعمل دايفرج فما اقدرش اقول ان هي بوينت اوف كولكشن اوف ريفلكتد لايت راي، لانهم الريفلكتد لايت راي اصلا ما حصل لهمش كولكشن في حاله الكونفكس. امال هنقول ايه؟ هنقول بوينت اوف كولكشن اوف اكستنشن اوف ريفلكتد لايت راي. يعني لو تخيلنا ان اللايت راي عدى الناحيه الثانيه وطولنا بالمسطره كده على اللاين بتاعه، يبقى هم هيتقابلوا في البوينت دي. علشان كده قلنا كونكيف ميرور الفوكس بتاعتها ريل، موجوده بجد، انا شايفاها بجد، وموجوده in front of the reflecting surface في حاله الكونفكس ما هياش ريل. اهي ما هياش ريل دي عندنا في حدوته الميرور اسمها virtual. virtual virtual دي مش الكلمه دي احنا شفناها قبل كده في البلان ميرور. حصل قلنا الايمج في البلان ميرور بتطلع virtual، يعني can't be received on a screen لما قلنا حدوته السينما، وقلنا ان البيت بتاعك المراية اللي فيه ما اقدرش اخد الصورة بتاعتي على ورقة بيضة او على قماشة بيضة زي ما عملنا في السينما، لان البلان ميرور بتطلع لي فيرتشوال. اهي طلعت الكونفكس ميرور زيها بالظبط بتطلع لي فيرتشوال فوكس. طيب موجودة فين الفيرتشوال دي؟ زي السنتر بتاعها بالظبط، كله من ورا ظهرها يا عيني، behind the reflecting surface. وكالعادة كل ميرور ليها one فوكس، يعني كل ميرور ليها 1 سنتر، كل ميرور ليها 1 فوكس، كل ميرور ليها 1 برينسيبال اكس. طيب نشوف اخر ديفينيشن معانا وهو الفوكال لينس. والله واضح من اسمه الفوكال لينس، يبقى ده اللينس بتوين الفوكس وحاجه اكيد. يعني اهو ادي الفوكس اهي، البوينت دي اهي نقلناها هنا اهي، ده اللينس ما بين الفوكس والبول، ما بين الفوكس والبول. ولما جينا حسبناها طلعت البوينت اللي اسمها فوكس دي بالظبط ما بين السنتر والبول، يعني طلعت ديستنس اللي اسمها فوكال لينس قد هاف الديستنس اللي اسمها ريديوس. فهيجي بقى يلعب لك في الحتة دي شوية، يجي يقول لك كونكيف ميرور الريديوس بتاعها ب14 سنتيمتر، يبقى الفوكال لينس بتاعها بكام؟ افتكر الفوكس ده نص الراديوس بالظبط، يبقى لو دي 14 يبقى دي ب 7 سنتيمتر. طيب اوعى بقى يلخبطك ويقول لك الدايمتر بتاعها ب 20. خلي بالك الدايمتر يعني ده كله، يعني تروح تجيب لي الاول الراديوس ب 10 وبعدين الفوكس اقسم ال 10 ل 2 تطلع 5 سنتيمتر. يبقى كالعادة الكلمة اللي بنقولها كل مرة، لو سمحت اقرأ السؤال كويس، والله بتبقوا عارفين الإجابة وفاهمين وحافظين ومذاكرين، بس بسرعة 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 اقرأ السؤال اقوم غلطان فيه. نركز، هو طالب مني فوكس ولا طالب راديوس؟ هو مديني راديوس ولا دايمتر؟ تعالوا نشوف كده الرولز كلها جنب بعضها علشان ما نتلخبطش فيها تاني. ادي الراديوس قد 2 من الفوكس، الدايمتر قد 2 من الراديوس، والدايمتر قد 4 من الفوكال لينس. طيب
نرجع ونشوف الديفينيشن تاني بتاع الفوكال لينس. ادي الفوكال لينس، قلنا ده الديستنس بتوين الفوكس بتاع الميرور ايا كانت بقى ريل ولا فيرتشوال، فوكس بتاعت كونكيف او بتاعت كونفكس، والبول الفوكس دي موجوده في الميد ديستنس، في النص بالظبط ما بين البول والسنتر اوف كيرفيتشر. كده الكونسبت خلصت. تعالوا نشوف الجيف ريجون اللي ريليتد بالبارت اللي احنا خدناه والبارت اللي فات كمان، يعني هنشوف الجيف ريجون لغايه موقفنا دلوقتي. اول جيف ريزون حكيناه المره اللي فاتت، ويقول لك الانسيدنت لايت راي اللي وقع بيربنديكولر على ميرور ليه حصل له ريفلكت اون ايت سيلف. احنا قلنا ان السؤال ده بيجي شكله كده في الجيف ريزون ويجي لك لحد هنا كده بس في الوات هابن، يقول لك وات هابن لو انسيدنت لايت راي فول بيربنديكولر، هتقول له انت ساعتها ريفلكت اون ايت سيلف، ويجي لنا في الكومبليت ويجي لنا في الفيجر اللي مرسوم ويقول لك كالكوليت الانجل اوف انسيدنت او الانجل اوف ريفلكشن. في اي حاله من الحالات دي الحدوته واحده، لايت راي وقع بيربنديكولار على ميلر ريفلكت اون ايتش سيلف علشان الانجل ايكوال الانجل ايكوال زيرو، بيكوز الانجل اوف انسيدنت ايكوال الانجل اوف ريفلكشن ايكوال زيرو. طيب كلمة امبيولانس بقى اللي محيرانا دي، لو بصيت على اي عربية اسعاف ماشية، بس بص الله يخليك كده من ايه من وشها، يعني ما تقراليش الكلمه اللي من الجنب وتقولي يا ميس مكتوبه كويس. الكلمه اللي قدام كده هتلاقي مكتوبه كلمه امبيولانس او كلمه اسعاف حتى بالعربي بس بالمقلوب، يعني هتلاقيها مكتوبه كانك باصص في مرايه. ليه بقى بتبقى مكتوبه literally inverted على الامبيولانس كار؟ علشان حضرتك الراجل اللي هيبقى ماشي قدام الامبيولانس كار دي، السواق العربيه الملاكي مثلا اللي ماشي قدام الامبيولانس، هو هيشوف الامبيولانس كار دي هيشوفها من المرايه اللي قدامه، الفرونت ميرور اللي قدامه، المرايه اللي في النص اللي جوه العربيه دي. فهو بقى حضرتك لو شاف كلمه امبيولانس مكتوبه كويس مكتوبه عدل، يعني هيقعد هو بقى يستهجاها حرف حرف علشان يعرف دي كلمة ايه اللي مكتوبة، فيقول اه ده طلقت اسعاف، استنى بقى اما اتاخر شوية. لا طبعا، عربية الاسعاف احنا عايزين اي حد يشوفها يعدي الطريق على طول، يفضي الطريق قدامه. علشان كده كتبنا الكلمة بالمقلوب، علشان الكار اللي in front of the ambulance الدرايفر اللي فيها يقرأ الكلمة correct وبسرعة، انا عايزاه يقراها بسرعة علشان يديني اكشن بسرعة علشان يفضي الطريق للامبيولانس بسرعة. يبقى قلنا ليه مكتوبة laterally inverted، because the mirror in the car in front of ambulance form laterally inverted image للورد دي. هي الميرور كده كده هتقرا الايمج مقلوبه، لما تجيلها بقى وهي مقلوبه فتقوم هي حضرتها تعدلها لك to appear in a correct way to read easily. وده الغرض الاساسي من حدوته كلمه امبيرانس، ان احنا بنكتبها بالشقلوب. طبعا بقى عندنا سؤال عبيط قوي، يقول لك ليه الكونكيف ميرور اسمها كونفرجنج؟ اصلا بتعمل كونفرج، يعني ايه كونفرج؟ يعني كولكت، هي هي. طب نفس الفكره لو قال لي ليه الكونفكس ميرور اسمها دايفرج؟ علشان هي بتعمل دايفرج. ليه بقى السفيريكال ميرور عندها 1 برينسيبال اكس بس عندها uncountable number من السكندري اكس؟ ده طبيعي جدا، لان هي عندها 1 سنتر و 1 بول، لكن عندها uncountable number من السكندري اكس علشان ده اي ستريت لاين يعدي على السنتر واي بوينت اكسبت البول هعتبره معايا سكندري، لكن انا ما عنديش غير 1 سنتر 1 بول، علشان كده يبقى عندي 1 برينسيبال اكس. نفتكر تاني الرولز اللي كانت معانا، الراديوس اديته من الفوكال لينس، الدايمتر اديته من الراديوس، والدايمتر قد 4 من الفوكال لينس. بما ان حضراتكم ما عندكوش عملي السنه دي، بس وارد ان هو يجيب لنا اكتيفيتي او اكسبيرمنت في امتحان الفاينل بتاعنا، وخصوصا في المحافظات، يعني دول اكتر ناس بيجي لهم الاكتيفيتيز دي، يمكن اكتر من القاهره والجيزه. فاحنا هنعرف الاكتيفيتيز دي، بس انا مش مضطر ان انا اقعد احفظها من دلوقتي لان للاسف هننساها. فاحنا هنيجي ايام المراجعات بتاعه العملي للسنين التانية وننزل الاكتيفيتيز اللي المفروض حضرتك تحفظها بطريقه مختصره وبسيطه علشان تلحق تلمها قبل الامتحان، عشان لو جت في الامتحان يبقى احنا في السيف سايد.
بكده حبايبي نكون خلصنا البارت ده. البارت الجاي بإذن الله تجهز جنبك وانت قاعد على الفيديو ورقة وقلم رصاص، مش سنون رفيعة، قلم رصاص عادي مبري وسنه كويس قوي، واستيكة كويسة، ومسطرة كويسة، مش مسطرة سيليكون من الطرية دي، لا عايزين مسطرة ناشفة ومحترمة شوية، والكافي بوك بتاعتك. وبإذن الله هنبدأ نرسم سوا، وهعلمكم طريقة سهلة قوي للرسومات تسهل معاكم الدنيا بإذن الله. ذاكروا كويس واتمنى لكم كل التوفيق.